الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الآل والصحب أجمعين. أيها الأفاضل، انتهينا من خلال الحلقتين السابقتين من برنامجكم حديث قبيل الإفطار إلى التأكيد على عبادة عظيمة من أشرف وأعظم العبادات في هذا الدين، والتي تعظم في هذا الشهر المبارك الكريم شهر رمضان، والتي لا ينبغي ولا يجوز للعبد المسلم أن يغفل عنها، إنها عبادة الذكر والدعاء. روى إمامنا الطبري في تفسيره أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة، فأنزل الله عز وجل قرآنا قال فيه سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآية تؤكد من خلال سبب نزولها إلى قرب الله عز وجل من العبد في كل الأزمنة وفي كل الأوقات، ويزداد الله قربا من عبده حال دنو العبد منه، وخاصة في هذا الشهر المبارك الكريم. هذا المعنى يتأكد من خلال أمور، منها لو تأملنا موطن الآية وموضعها في القرآن الكريم لوجدناها جاءت في قلب آيات الصيام، في سياق حديث الله عز وجل عن بعض أحكام الصيام، جاءت هذه الآية في وسطها، وكأنها واسطة العقد الفريد، وكأنها الجوهرة التي تتوسط عقد الصيام، وكأن الصيام إنما جاء وإنما شرع ليدنيك من ربك لتسأله فيعطيك. إذن هنا تظهر العلاقة الوطيدة الوثيقة بين عبادة الصيام في رمضان وبين الدعاء. لعلك تقول إن الأمر يحتاج إلى مزيد بيان ومزيد توضيح، فنقول سائلين الله التوفيق والسداد. تعلم أيها الأخ الكريم أن من أسباب استجابة الدعاء تحري الداعي للأوقات الفاضلة والأزمنة الشريفة، ولن يجد العبد أشرف وأعظم من رمضان ليوقع فيه الدعاء، وخاصة قبيل الإفطار. تعلمون أيها الأكارم أن من أسباب استجابة الدعاء أن يكون الدعاء عقب عمل صالح، ولن يجد العبد عملا صالحا أكبر من الصيام. روى الإمام البيهقي بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بأمر آخذه عنك ينفعني الله به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم في رواية فإنه لا مثل له. لعلك ازددت معرفة بوجه العلاقة بين الصيام وبين الصيام في رمضان وبين الدعاء. وأزيدك بيانا من خلال حديثين اثنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أولهما فيقول فيه عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم. وثانيهما يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ألان أيقنت أن هناك علاقة وثيقة بين الصيام وبين الدعاء، فاظفر بالدعاء في هذا الشهر المبارك الكريم، وأكرم نفسك وأكرم أهلك وأكرم بلدك وأكرم أمتك بالدعاء الصالح، وخاصة قبيل الإفطار. لا تبخل أيها الأخ الكريم عن نفسك بدعوة صالحة لك ولأهلك ولبلدك.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.